السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم مجددا في قناه جمالكم للطبيعه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تحسن بها الاخلاق وتمس بها الازاق وتمنع من الافات وتدفع بها المشاق، وعلى اله وصحبه وسلم صلاه دائمه من يوم خلقت الدنيا الى يوم الطلاق واسترنا بين يديك يا عزيز الخلق. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش الخرشف مخلل، يعني داك اللي تيكون مصبغ. هنا قطعته ودات معاه طرونشوات ديال الحامض، المهم غسلته مزيان، حتى غسلته عاد دات لي داك شويه ديال الحامض قطعته. وهنا القرايه عقلتهم بالماء الطايب، ايوا صافي غادي نبدا نبقى نعمر في القراعي. صافي هنا عمرتهم، غادي نزيد لهم الملحة معلقة معلقة، ونزيد لهم الماء، تزيد تغطى الخضرة ديالنا، شوية الزيت كذلك. اللي دات الخشب داتو الشيفون، تا هو غادي يطيب معايا الناس بحال بحال.